تكلفه ربيط موضوع القصب مجرد ما بيتكسر بشتغل اصرف. طب انا اصرف النهارده وما لقيش مقابل يبقى انا همتنع. يبقى عندي عندك غاز في البيت ولا ما عندكش؟ نعم غاز. السلم متوفر البركه في الريس. عندك غاز؟ اه متوفر. الاول كان عندك كنت بتجيب بوتاجاز قد ايه الانبوبه؟ لا اللي كانت متوفر لك متوفره كنا نجيبها ب 150 لو 75 150 متوفره في السوق السوداء. لا الغاز متوفر، السولر متوفر، كل حاجه متوفره، بس انا كمزارع عشان امشي عشان امشي بالحاجه دي لازم تديني سعر القصب يوازي المصاريف. انا بجيب صفحه السولار 135، الفدان بيكلف 4000 جنيه ري في السنه، بيكلف حوالي 20000 جنيه بين تبكير وكسر وزراعه. يبقى الري التنقيط الري الحديث ما ينفعش؟ شغالين بدات تجربوا؟ جربنا والبنوك شغاله احسن افضل طبعا بكتير، لان بحط وفر ايه؟ اقول لك وفر ايه؟ بدل ما بدي 13 شوال ممكن احط 10. الفدان؟ الفدان بحط الاستماد في التنقيط في الميه، فالهدر اللي بتربي مع الرش بيروح، فبدل الغذاء في الجدر بتاع الزرع نفسه، فكده افضل. ممكن احط مخصبات تانية، احط حاجات تانية، ما مش هينفع ان انا احطها بالرش. وفر لك قد ايه الفدان بالري الحديث؟ حوالي ما حوالي 10 15 طن زياده، يعني بدل ما بيجيب 35 بيجيب 50. طب العماله اخبارها ايه؟ العماله غاليه بصراحه. لا يعني كان عليها هي العماله ما يرضي. لا لا هي العماله واحد، يعني الخدمة ان انا اقعد انظف واعزى الخدمة واحد العمالة، لكن كانتاج افضل. بدل 30 طن و5 طن وصلنا 40 و50 و55 بعض الاماكن. هل كل الناس التجربة دي كل الناس بدأت تطبقها ولا؟ لا ناس محددة لسه وحاليا البنك الزراعي عامل مبادرة كويسة جدا انه اللي عايز يشتغل بالتنقيط بيدي له سلفة فايدة مخفضة. خليني اخد عشان اروح مكان تاني. الاول نمس عليك انت الاستاذ احمد. تشرف وزاد ما شرف الناس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يزورنا مره واثنين وثلاثه ونتمنى يزورنا العمر كله يا فندم. انا فندم النهارده مقدم على الطاقه الشمسيه لثلاث اشهر وانا الف بركة اعمل ملف، اعمل ملف لاخوي، اعمل ملف لابوي، اعمل ملف لدي، يقول عليك ديون. طب انا همشي برا الدولي عليه ديون؟ كان عليه ديون من قبل يا فندم وسديتي. يعني الدين اللي عليه كام؟ معلش يعني يا فندم 300000 400000، يعني حاطيني ان انا ديا خانقيني بيه، لا قادر اصرف ولا قادر اجيب ولا قادر اعمل اي حاجه يا فندم. مش عارف تسدد يا فندم؟ عم نسدد، عم نودي القصبات عم نسدد بيهم. ايه عم نعمل يا فندم؟ القصبات عم مش ناخد منهم جنيه يا فندم، نصرف في بيتي ولا اخواتي ولا اهلي ولا اي حاجه يا فندم. بيروحوا على البنك، ما بنعملش اي حاجه ثانيه يا فندم الا القصبات. ما طلعناش ولا اي حاجه تعلمناها يا فندم، ولا فيناش واحد مثلا متوظف في البيت ولا اي حكايه. كلني مزارعين، كل هالمراجده مزارعه يا فندم، ما طلعتش عملتش اي حاجه غير ان انا مزارع. اشكرت الكمون النهارده ب 500 جنيه واخد بالك؟ مش حلوا مشكله السماد ديت من شهر؟ هو اتحلت المشكله دي، بس احنا السنه دي يا فندم ما جالناش السماد غير مرتين يا فندم في الجمعيه الزراعيه، ما جاش ثاني يا فندم. قلنا نجيب السماد من بره نشتريه ب 550 جنيه عشان خاطر ندي الزرع. خلاص ما بقاش ال 500 ولا ايه؟ لا يا فندم موجود دلوقتي بره يا فندم، انا بتكلم على السوق الحر يا فندم. السوق الحر بره ب 550 جنيه، جوه فندم الجمعيه 250 جنيه يا فندم، و260 و280. ليك يا فندم للحزات، للحزات بتاعتي يا فندم. مش مكفياك يا فندم؟ مش مكفياني لان ليه يا فندم؟ انا على بال ما اجي اصرفها يكون انا جبت من بره. طيب سياده النائب، تفضل سياده النائب طارق الرسول. مشكله الاسمده دي اللي هي كانت مصاره هنا والناس بتعاني منها، احنا تدخلنا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ واتضح انه المصانع المفترض انها بتورد للدوله 55% من انتاجها وتصدر 45%. اتضح انه المصانع ما بتوردش للدوله الا 25 و30% والباقي كله للتصدير، والزمنا المصانع وزير الصناعه ووزير الري انه مش هيدوا شهادات تصدير للمصانع الا لما يستوفي الحصه المحليه، وكمان الطلب من المصانع انها مش هتصدر نهائيا حتى تكمل الحصه اللي في الشهور اللي فاتت. ده بدات الامور تمشي، انما هنا في قنا عشان مشكله اخرى، مشكله النقل. السواقين الجمعيات النقل بيستسهلوا المحافظات القريبه من المصانع ويدوها الحصه، وكده كده بياخد نولونه. احنا برضو بنطالب انه الجمعيات وعربيات النقل ما تاخدش النولون الا للجمعيه اللي طالعه عليها محدده. طب قول لي، انا من قريه دندره تبع محافظه جنة طبعا.